بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ملفات وشغل الدولة المصرية بتحاول انها تسابق الزمن في قطاعات تم اهمالها على مدار سنوات طويلة، وبعد ما كان لينا الريادة في قطاعات بعينها زي اللي هنتكلم فيه النهاردة، القطن المصري، الغزل والنسيج اللي كنا بنفخر بيه قدام العالم كله، وعندنا ميزة نسبية مش عند حد الحقيقة. لكن زي ما يد الاهمال طالت حاجات كتيرة في بلدنا، طالت هذا القطاع بخسائر ومصانع واقفة ومفيش تطوير، والقطن طويل التيلة اللي كنا بنتكلم عليه بقى كانوا زمان يقول لك ايه، لا ده مش افضل حاجة، ده مفيش ليه سوق في العالم. لا، دلوقتي بقى في شغل مختلف وفي استراتيجيه شغال عليها الدوله المصريه وتوجيهات واضحه ومباشره من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره الاهتمام بهذا القطاع، ويبقى في استراتيجيه وطنيه بدايه بقى من الزراعه ومساعده الفلاحين على انتاج القطن، وبعد كده نتكلم على التصنيع والشركات بقى كتيره اللي عندنا، نشوف الخاسر منها يتم دمجها، يتم تطويرها، العنصر البشري، الماكينات والاجهزه. ده غير كمان ان احنا قدام مشروع مهم كبير وعملاق، أكبر مصنع إن شاء الله يا رب في العالم للغزل والنسيج في المحلة. اللي ماسك الحقيقة الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير والسياسة العامة لهذا القطاع هو ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في الحياة اليوم، دكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، وطبعا قعد لفترة طويلة مستشار لرئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وإحنا طبعا بالتأكيد في أمس الحاجة لإصلاح أسلوب الإدارة في هذا القطاع علشان يكون في نفع وفي افاده وفي مردود على ارض الواقع. برحب بحضرتك معنا دكتور هاني. اهلا وسهلا. اهلا بالساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني. يعني في البدايه لما تم تكليفك انك تشوف القطاع ده عامل ازاي، انا عارفه ان بقى لنا اكتر داخلين على سنه تقريبا دلوقتي، محتاجين نفهم القطاع ده كان وضعه ايه وطبيعه التطوير والشغل او ايه الهدف اللي احنا عايزين نوصل له في القطاع ده. طيب خليني اقول لحضرتك، هذا القطاع كان طول عمره مصر رائده فيه. المنسوجات والغزل والملابس الجاهزه والقطن المصري طبعا. خلي حضرتك للاسف زي ما حضرتك قلتي في المقدمه ان الاهمال طال هذا القطاع وما بقيناش رواد خالص فيه، وظهرت دول اخرى هي اللي خدت الرياده مننا. هذا المشروع الحقيقه تحت رعايه فخامه الرئيس تم رصد 23 مليار جنيه لهذا المشروع، وهذا المشروع احنا بنسميه إعادة ريادة مصر في الغزل والنسيج. طيب هو كان ايه وضع هذا القطاع؟ ايوه، قبل التطوير، قبل ما نبدأ التطوير. أول حاجة كان عندنا 34 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج. ال 34 شركة دول كان صعب جدا انك تدير 34 شركة، وكمان كانوا بيتنافسوا مع بعض. اللي عملناه أول حاجة، يعني أنا هقول لحضرتك يعني ايه البرامج التطوير اللي عملناها. اول حاجه التطوير الاداري، لان من غير التطوير الاداري يعني صح طبعا مفيش حاجه هتمشي. فاول حاجه عملنا دمج، اولا في شركتين صفيناهم ما كانوش شغالين خالص، دول اتصفوا تحت التصفيه دلوقتي. 32 شركه دمجناهم في 9 كيانات كبيره، يعني اللي بقى عندنا النهارده الشركه القابضه تحتيها 9 شركات انتاجيه، وانشانا شركه جديده للتسويق والتصدير ما لهاش علاقه بالانتاج، لان كان كل شركه من الشركات دي عندها السيلز بتوعها او البياعين بتوعها والتسويق بتاعها، وللاسف ما كانوش على قدر كافي من المهاره التسويقيه عشان حتى يسوقوا. يعني اقول لحضرتك احنا بعنا لطات منتجه ملابس جاهزه بقى لها 15 سنه في المخازن، بعناها بالكيلو عشان افضي المخازن وعشان ابدا على نظيف. فقررنا الحقيقه كان معانا الدكتور هشام توفيق، واتفقنا ان احنا نقوم بعمل شركه متخصصه ملهاش حاجه، ملهاش دعوه بالانتاج، هي بتستلم الانتاج من التسع شركات العملاقه دي وتسوقه في مصر وفي الخارج. طب الاول احنا كده ال 32 شركه عملنا اندماج ليهم في 9 كيانات. معايير الاختيار او بناء على ايه وليه 9؟ ما اقول لك ايه، طب ما انت كل ما تقلل يبقى عندك كيان او 2 بس قوي، يعني برضو قول لي الفلسفه ورا ده ايه. الفلسفه ان احنا كان عندنا حاجتين، اولا الناحيه الجغرافيه، يعني جمعنا كل الشركات اللي كانت في في الصعيد وعملنا شركه الوجه الابلي للغزل والنسيج. مفهوم. عندنا في المنيا موقع، عندنا في سوهاج موقع، عندنا في اسيوط جمعناها. الحاجه الثانيه ايه المنتج اللي عايزينه من الشركه دي؟ يعني مثلا حد لحضرتك مثال، كل المحالج كانت المحالج دي متوزعه على مجموعه كبيره من الشركات. خلي بالك حضرتك برضو عشان المشاهد يبقى عارف،
هو ايه اللي بيحصل في الصناعه دي؟ اللي بيحصل في الصناعه دي ان المدخل الاساسي فيها هو القطن. طب. وبعدين هذا القطن بيتم حلقه لفصل البذره عن القطن نفسه، وبعدين هذا القطن المحلق بياخد القطن ده ويبدا يوديه لمرحله الغزل. احنا عملنا حاجه كمان، البذره دي كان بيحصل فيها ايه؟ كانت هالك. النهارده عملنا في المحالق مصفاه للبذره دي، بقى عندنا منتج عمره ما كان عندنا وهو زيت بذره القطن. يعني قلنا بقى لا، بدل ما كنا بتاخد معظمها بيروح، هو ده كده كانت البذره دي بيتم تخلص منها، بتتباع بس بتتباع كده لكن النهارده عملنا قيمه مضافه واصبح كل محلج عندنا فيه داخل فيه في تكوينه الجديد حاجه لعصير بذره القطن، وبيطلع زيت للانتاج للسوق المحلي وللتصدير. عظيم. طب خلينا نطلع الفاصل دكتور هاني، بعد الفاصل نتكلم اكتر برضو عن ملامح التطوير والخطه والهدف منها. بعد الفاصل ان شاء الله يبقى معانا وقت اطول كمان نتكلم فيه مع دكتور هاني محمود، نرجع لحضراتكم مره تانية ان شاء الله. استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الغزل والنسيج علشان ترجع مصر لعهدها القديم، ريادتها ومكانتها في هذا القطاع. بنتكلم عن تفاصيل هذا التطوير والاستراتيجية مع دكتور هاني محمود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج. برحب بحضرتك معنا مرة تانية دكتور هاني. شرحت لنا قبل الفاصل كان عندنا 34 شركة، في 2 في سبيلهم يعني الخاص خلينا نقول، و32 بقوا في 9 كيانات عملاق. 9 كيانات كبيرة أكبرهم هي شركة المحلة للغزل والنسيج. دي اكبر كيان عندنا، المكان بتاعها ابتدى يوصل، هيبقى اكبر مصنع غزل يمكن في العالم كله. اول حاجه عملناها احنا قلنا التطوير الاداري، والحقيقه مش بس التطوير الاداري، ان احنا دمجنا الشركات ولكن انشانا شركه للتصدير والتسويق. ثالث حاجه عملنا اسسمنت او يسموه تقييم لكل القيادات اللي موجوده في كل الشركات، واللي عدى من هذا التقييم كمل، اللي ما عداش جبنا ناس بخبرات جديده عشان نعمل نوع من انواع الدم الجديد بالخبرات الجديدة اللي احنا عايزينها، لان المكنة الجديد كله جاي بيشتغل بتكنولوجيا المعلومات وبيتربط كله ببعضه بالمخاز، يعني وضع مختلف خالص عن النظام القديم. طب معلش في المحور دي اكتر بقى، طبيعه الماكينات وحدثتها وتطوير العنصر البشري عليها والمنتج النهائي اللي هيخرج بيبقى مطابق للمواصفات العالميه، يعني كلمنا عن ده برضو، احنا بنتحرك فيه ازاي عشان نوصل لحاجه مطابقه للمواصفات العالميه وتبقى مطلوبه في التصدير في الدول الكبيره بالذات. كان لازم اولا نخلص التطوير الاداري وده تم خلاص. نمره 2 ان احنا نستورد مكن جديد. احنا المكنه انا شفت كذا مكنه في المحل اكبر مني، مش هقول انا عندي كام سنه بس انا يعني المكنه اقدم مننا. يعني بنتكلم على خمسينات يعني. لا والمكنه اللي قلت لي عليها المكنه بتاعت دكتور هاني قال لي اتفضل يا دكتور. المكنه اللي كانت بتعمل كسوه الكعبه في الخمسينات واوائل الستينات ما زالت موجوده وشغاله. فده مكن عفى عليه الزمن خلاص. فاحنا المكن اللي نقدر نطوره بنطوره وهيتحط في الاماكن بتاعته، لكن احنا بنستورد كميه كبيره من الماكينات من بلاد مختلفه، من سويسرا ومن المانيا ومن الهند، احدث مكن للغزل والنسيج في العالم. كان ده يتطلب ان انا اغير البنيه التحتيه للمصانع، لان المصانع القديمه مش مبنيه عشان المكن ده. فكان لازم نعمل اللي احنا بنسميه الالكتروميكانيكال، البنيه التحتيه، عشان اقدر اوصل هذه المكنات ببعض، اوصلها بنظام الكمبيوتر، وده تم معظمه. الحاجة الثالثة ان احنا الانشاءات نفسها، احنا كان عندنا كمية مصانع غير قابلة ان حد يشتغل فيها لانها خلاص ادمت قوي وبقت لعدم وجود الصيانة و فاحنا الاربع محاور، التطوير المؤسسي اللي هو الاداري، نمرة 2 المكنة الحديث اللي احنا جبناه وبدأ يوصل الحمد لله، نمرة 3 تدريب العنصر البشري. احنا عملنا مركز تدريب كلف 35 مليون، افتتحه الدكتور هشام توفيق في يونيو 2021. هذا المركز هيبقى من اكبر مراكز تدريب الغزل والنسيج في العالم. هذا المركز كل شركة تعاقدنا معاها عشان تورد لنا مكن بعتت لنا مكنة في الاول خالص عشان نبدأ ندرب عليها الناس. احنا مدربين لحد دلوقتي 350 مهندس وفني على المكن الجديد، عشان اول ما المكن تركب دول هيدربوا بقيه العماله. واخد بالك ده بنسميه ترين ذا ترينر، او تدريب المدربين اللي هيدربوا. وعنوان توطين التكنولوجيا. طبعا هو ده الاساس دلوقتي، يعني الاساس. وانا راجل جاي انت عارفه من يعني اتعلم اتصالات واداري خلفيه تكنولوجيه،
اخر حاجه هو التطوير المالي. احنا استلمنا الشركات دي خسرانه ومديونه. او لا بالظبط كده يا فندم، انت جبتي كلمتين، خسرانه ومديونه الاثنين مع بعض. الشركات كانت بتخسر ديون كام بقى؟ كام على 20 مليار جنيه ديون، معظمها الحمد لله لجهات حكوميه. كنا مديونين لبنك الاستثمار القومي، مديونين للضرائب، مديونين للتامينات الاجتماعيه، مديونين لطوب الارض. الحمد لله هذا التطوير المالي خلص وتم دفع ال 20 مليار، 22 مليار بالظبط خلصنا منه. هتقولي خلصتوا منه، جبتوا الفلوس منين؟ عملنا حاجه اسمها تبادل اصول. عندنا بعض الاصول اللي ما كانتش غير مستخدمه كاراضي وكده، عملنا تبادل اصول مع الجهات الحكوميه، كلها جهات حكوميه. فعملنا هذا التبادل للاصول عشان نقدر يعني هنشتغل كده بدون اعباء من الاول وجديد. هو ده اللي كنا عايزينه. ما اقدرش اشتغل وعندي 22 مليار، ما ينفعش. فالحمد لله الخطه اللي كانت معموله، يبقى احنا خلصنا التطوير المؤسسي وجبنا قيادات جديده ومجالس اداره جديده، المكن تعاقدنا عليه كله، فتحنا الاعتمادات وبدا يوصل المصانع 80% منها يعني خلص كمباني وكحاجات زي كده. البنيه التحتيه اللي تستقبل هذا المكن ونقدر نشغلها تحت التنفيذ دلوقتي. واخر حاجه خلصنا الديون اللي علينا. طيب. وخلصنا المخزون اللي بقى له 15 سنه في المخازن اللي بعناه كده. أودعكم. طب دكتور هاني، الماده الخام بقى اللي هنشتغل عليها. طيب. هنا نرجع نروح للقطن، القطن اللي قاعد المواطن المصري الفلاح المصري، كنت بقول لحضرتك في الفاصل كان فلاح بيستنى موسم القطن ده عشان بيجوز بيه عياله. بالزبط. لكن بقى في عزوف من الفلاح ان هو يزرع القطن، ما فيش عائد مادي مجزي، وفي نفس الوقت كمان حته بقى القطن طويل التيله، وان هو ده يعني صح ميزه نسبيه لينا بس ملوش مردود اصناف سلالات جديده. الماده الخام هشرح لك ده يا لبنى، وهشرح للساده المشاهدين. اتفضل يا ده. من غير قطن مفيش صناعه غزل نفسها طبعا، خلاص. يعني المدخل الاساسي والوحيد هو القطن. خلاص. طب احنا كان وضع القطن وصل عندنا ايه؟ احنا كان عندنا مشهورين بالقطن الطويل التيله. ده اللي بيطلع المنتجات العاليه الجوده اللي بتتباع باسعار عاليه. خلاص. طيب وما كانش عندنا قطن قصير التيله، كنا بنستورده عشان نقدر نشتغل بيه. القطن طويل التيله تم عمل حاجتين اساسيتين لزياده هذا الانتاج. اول حاجه، هو ليه الفلاح ما بقاش يزرع القطن؟ لان كانت الدوله بتشتري منه بسعر قليل، فمكسبه في القطن ضعيف. ممكن يكسب، خاصه ان دوره القطن بتاخد وقت طويل، هو يقدر يزرع بعض المحاصيل الحقليه وبتاع، في الاخر هتجيب له مكسب، وفي الاخر الفلاح عايز يكسب من الارض دي. اتعمل حاجه كويسه قوي، اتلغى نظام التسعير الاجباري للقطن، تم عمل نظام بيع بالمزادات عشان نشجع الفلاح انه يزرع لنا هذا القطن. الانطار اللي كان بيتباع مثلا ب 2800 زمان، اخر مره في المزادات عدى ال 4000 جنيه. فاصبح الفلاح النهارده عنده الرغبه ان هو يزرع قطن. دي اول حاجه. تاني حاجه، وزاره الزراعه الحقيقه جابت مجموعه من الخبراء متخصصين في زراعه القطن عشان نعلي انتاجيه الفدان، لان انت ممكن الفدان ده يجيب لك 10، ممكن يجيب لك 20 حسب البذره وحسب طريقه الري وحسب الكيماوي وحسب حاجات كتير قوي. هؤلاء الخبراء الحقيقه جزء منهم مصري وجزء منهم اجنبي، قدروا يحطوا لنا زي توليفه كده ازاي نقدر نرفع انتاجيه الفدان في القطن. يبقى دي اول حاجه، ان احنا غيرنا السعر اللي بنستلم بيه من الفدان من الفلاح، فالفلاح اصبح عنده الرغبه. نمره اتنين، جبنا او مش يعني وزاره الزراعه اشتغلت على سلالات جديده. اشتغلت على سلالات جديده. تالت حاجه، طب احنا هنفضل لحد امتى نستورد القطن قصير التيله؟ طيب القطن طويل التيله بيتزرع في الاراضي التينيه اللي احنا عندنا، والحمد لله الجو بتاعنا والاراضي بتاعتنا مناسبه جدا للقطن طويل التيله. لكن الحقيقه بعض يعني وزاره الزراعه مع مجموعه من الجهات السياديه دخلوا في الصحراء وبالذات في شرق العوينات، وتم زرع عدد ضخم جدا من الفدادين بالقطن قصير التيله، والنتائج مبشره جدا. احنا عايزين نوصل لدرجه ان احنا ما نستوردش قطن خالص. يبقى القطن طويل التيله عندنا والقطن قصير التيله عندنا، المدخلات بتاعه الصناعه في ايدي، في ايدي كمصري يعني كمصر، يبقى انا كده متحكم فيها 100% واقدر اوفر عمله اللي كنت بستورد بيها القطن، واقدر اصدر قطن طويل التيله اللي مش موجود في العالم. انا ما بفضلش اصدره قطن، انا افضل اصدره منتج عليه فاليو ادد، او بيسموها قيمه مضافه. وخليني اقول لحضرتك ليه، لان كل مراحل تصنيع المنسوجات بتتباع. يعني ايه؟ انا ممكن ابيع القطن بعد ما احلجه، هو القطن الخام ما بيتباعش، لكن انا بعد ما بفصل البذره ويبقى عندي باله قطن خام كده اقدر ابيعها. خلاص، بس كده انا ما عملتش حاجه خالص. خلاص. الحاجه الثانيه، ان انا ادخلها تتعمل لها غزل وابيعها غزل، الخيوط دي. خيوط.
خلاص يبقى انا ضفت قيمه مضافه، شغلت عماله وعملت قيمه مضافه، و100% الكميه اللي كنت هبيعها قطن لما هبيعها غزل هبيعها بفلوس اكتر كتير. والافضل الافضل بقى ان انا ابيعها قماش او ثالث حاجه خلاص والافضل ان ابيعها قماش مجهز يعني مصبوغ ومش عارف ايه وكلام زي كده لشركات معينه بتاع، والافضل والافضل ان ابيعها ملابس جاهزه. كل المراحل دي احنا نقدر نعملها، نعملها ونقدر نصدر في كل المراحل دي، ونقدر نبيع من كل المصادر. احنا في بعض المصانع القطاع الخاص بتستورد الغزل من بره عشان انا مش قادر اوفي له احتياجاته من الغاز. طب ما انا كشركه قابضه النهارده لما المكن ده هيركب واشتغل وفرت عمله صعبه، لان القطاع الخاص نفسه مش هيستورد من بره، وعندي فرصه تصدير كمان. فلما يخلص هذا المشروع هيفرق جامد جدا جدا في صناعه الغزل والنسيج. هاتي حضرتك رقم واحد عشان مش كل الارقام قدامي، لكن مثلا احنا بننتج قبل التطوير احنا بننتج حوالي 5 مليون او من 5 ل 7 مليون قطعه ملابس جاهزه. الخطه اللي محطوطه ان بعد ما كل المشروع ينتهي في خلال سنتين ثلاثه ابقى بنتج 50 مليون. شوفي النطه شكلها ايه؟ ما فيش مقارنه. الغزل اللي كنت بنتجه هنتج ثلاث اضعافه. فالطفره كبيره. التسويق دلوقتي بقى عندي شركه متخصصه للتسويق، كلها جايبين خبراء من اللي اشتغلوا في هذا المجال عشان نقدر احنا اكتشفنا مثلا. انت عارف حضرتك انا طبعا مش متخصص في الغزل والنسيج، بس اتعلمت الفتره اللي فاتت ان انت لما تيجي تصدري قميص لالمانيا غير القميص اللي تصدريه لفرنسا، غير القميص اللي تصدريه لايطاليا، غير القميص اللي بتصدريه لامريكا. ازاي؟ احنا كنا زمان القميص هو القميص، عايز تشتري ما بيشتريش لانه الموديل لازم يبقى تبع الذوق بتاع البلد دي. الباكينج له شروط، ان التغليف التغليف اللي بتطلبه امريكا غير التغليف اللي بتطلبه المانيا، غير التغليف اللي بتطلبه فرنسا. النهارده لما جبنا خبراء تسويق وابتدوا يشتغلوا مع البلاد دي بقينا نعرف حاجات. احنا عارفه نظام ايه؟ المكنه بتطلع قميص. لا اتضح ان الدنيا مش كده. عارف يا دكتور انا كنت هسالك فعلا على مساله ايه، لما طبعا افضل قيمه مضافه هي الملابس الجاهزه حضرتك ذكرت، بس دايما كانت العقبه قدامنا الاذواق الفينشنج اللي هو احنا هنطلع حاجه عامله ازاي. احنا في صدد التعاقد مع بعض مصممين الازياء الاجانب عشان هم اللي يحطوا لنا. احنا زي ما حضرتك بتقولي احنا كان عندنا صناعه كويسه لكن كانت عندنا مشكله في الجوده وهو بالظبط الفينشنج. حضرتك تلاقي البدله شكلها حلو وكل حاجه بس بعد شويه تلاقي البطانه باظت مش عارف ايه حصل ايه. والحاجه الثانيه الذوق. على فكره احنا اكتشفنا لما جينا نشتغل في هذا المجال ان الذوق الالماني غير الذوق الفرنسي وغير الذوق الامريكاني. الامريكان عايزين كاجوال اكتر منه فورمال، الاوروبيين عايزين فورمال اكتر منه كاجوال، واخد بالك؟ فكل سوق له احتياجات معينه. لو حضرتك ما عندكيش احتياجات السوق ده وعارفاها عمرك ما هتصدري لهم. انا ما ينفعش زي زمان اقول له انا عندي قميص هو عايز تشتري، لا ما بشتريش القميص ده. صح. انا ما بشتريش القميص ده، انا لازم اروح اقول له ايه المواصفات اللي انت عايزها؟ وايه الموديلات اللي انت عايزها؟ وايه التغليف اللي انت عايزه؟ اخد الكلام ده منه واعمل له هو مخصوص اللي هو امريكا او المانيا او طب قول لي يا دكتور في ظرف صعب بيعيشه العالم دلوقتي، يقول لك انا اكفي يعني السوق المحلي واقلل من فاتوره الاستيراد والعمله الصعبه والكلام ده كله، ولا عيني اني اصدر واجيب عمله صعبه، حاجه زي القطن اللي هي ميزه نسبيه عندنا، حضرتك بقطن طويل التيله او قصير التيله عينك على محلي ولا على العالمي وتصدير؟ ده سؤال جميل يا لبنى الحقيقه. اول حاجه احنا عملنا تو برودكتس، منتجين مختلفين بعلامتين مختلفين. تمام. المنتج الاولاني او العلامه الاولانيه هنسميها نت، وده اله النسيج عند القدماء المصريين، وعملنا له لوجو وعملنا له اسم وبراند وكل حاجه. البراند ده هيشتغل في الهاي كواليتي، الهاي كواليتي دي هيتباع منها في السوق المحلي لليفل معين من الكوميونتي من المجتمع، والباقي كله هيبقى للتصدير. البراند الثاني اسمه محله، لان احنا محله دي هي اشهر حاجه عندنا. طب محله بتعمل منتجات فائقه الجوده بس مش بمستوى يعني القميص بتاع المحله هيتباع بسعر والقميص بتاع نت هيتباع بسعر تاني خالص، سواء في السوق المحلي او السوق الخارجي، لان ما زال السوق الخارجي طالب منتجات مش بجوده عاليه عشان عايز فلوس زي السوق الافريقي. انا ما اقدرش النهارده القميص اللي بصدره لايطاليا اصدره للكونغو، مش هتاخده لانه غالي عليه. حلو قوي بس مش هتاخده. فانا اتعمل عندنا، وده الحقيقه من الحاجات الجميله اللي اتعملت. انا على فكره لما قلت اتعملت مش معناتها ان انا اللي عملتها، التيم كله الدكتور هشام وكل حاجه، لكن اتعمل تو ليفلز من براند. واحد هيتباع للتصدير ويتباع، احنا فتحنا محل لسه سوفت اوبننج في الكربه
المحل اتفتح بس لسه ما فتحناهوش رسمي كويس. بس بيبيع وفوجئنا احنا منزلين فيه المنتجات بتاعت نت والبراند بتاع نت، ما اسموش محله ولا شركه القبضه ولا الكلام ده خالص. ولو حضرتك شفتي الصور بتاعته يا ريتني كنت جبتها تتعرض، حضرتك اكنك في محل بره مصر مش في جوه مصر، والمنتجات غاليه وكنا بنجرب بيها السوق المصري واحنا بنبدا التصدير. ما هو الغالي ده بيجي لنا مستورد وبرده دون المستورد يا فندم. فيعني احنا بعنا فوق التوقعات بشكل غير، انا كنت يعني لما رحت شفت الاسعار قلت دي هتبيع في مصر؟ خلاص هتبيع بره لان في الاخر لما حضرتك تحوليها لدولار او لاسترليني بتبقى سعرها معقول للمستهلك الخارجي. بس احنا فوجئنا ان احنا كنا حاطين خطه معينه للمبيعات في هذا المحل، وطبعا من غير اسامي في محل كبير اجنبي فاتح في مصر بتاع ريتيل، احنا خدنا فيه اللي احنا بنسميه شوب ان شوب، يعني فتحنا نت داخل هذا المحل، واحنا بصدد المحل ده موجود في اكتر من حاجه و30 بلد، بصدد التعاقد معاه ان يبقى عندنا الشوب ده في كل البلاد اللي هو موجود فيها. فده انتشار كان غير موجود وغير مسبوق. طب فتحت لي برضو باب لحاجه يا دكتور، المنافسه مع الملابس المستورده والشركات او البراندز اللي هي موجوده هنا برضو واللي بتلاقيها بتصنع في اسواق اسيويه وغيرها والكلام ده، انا حته ان انا ممكن اعمل شراكات او انا يعني بين اتنين، يا اما بتتنافس معاه يا اما هتتعاون او هتعمل شراكات، ايهما اقرب او ايه السياسه اللي ممكن نتبعها؟ يعني هقول لحضرتك ان احنا احسن حاجه بالنسبه لنا ان يجي البراندات العالميه دي تصنع عندنا. انا عشت في تركيا 3 سنين وشفت صناعه الغاز النسيج في تركيا اللي هي تقدمت جدا في الفتره اللي فاتت. ما في يعني معظم البراندات العالميه بتصنع هناك عندهم. افضل حاجه ليا بعد ما المصانع بتاعتي تبقى جاهزه بالكواليتي وبالمستوى العالمي ان اجيب الشركات بدون ذكر اسامي عشان الاعلانات، البراندات العالميه دي تيجي تتفضل تديني الموديلات اللي هي عايزاها واطلع لها الكواليتي اللي هي عايزاها والبراند اللي هي عايزاه، تاخده تصدره وابيع منه في السوق المحلي واصدر الاغلبيه بتاعته للاسواق الخارجيه. انا لسه راجع من امريكا، عايز اقول لحضرتك القطاع الخاص برضو رغم يعني حجمه مش كبير قوي بالنسبه للشركه القابضه، لكن انا وانا في امريكا كنت سعيد جدا ان انا امسك قطعه ملابس معينه وتعجبني ابص كده الاقيها ميد ان ايجيبت. ايوه لقيتها اكتر من مره في امريكا وكنت فخور، كنت سعيد ان احنا القطاع الخاص دي مش من عندنا بقى، ده من القطاع الخاص، ان القطاع الخاص بتاعنا يبقى موجود بهذا الشكل. احنا عندنا الحقيقه تجربه خطيره في موضوع التصدير في السجاد النساجون الشريون. طبعا انا كنت عايش في انجلترا، كنت بخش اكبر المحلات الاقي في مكان مخصوص للنساجون الشريون وعليه اقبال غير، كنت بفرح. احنا عايزين نبقى بنفس الطريقه موجودين في كل دول العالم بمنتج بكواليتي بجوده عاليه والمستهلك المصري والاجنبي يقدر يشتريه بالاسعار المناسبه سواء داخل مصر او خارج مصر. ثقه المواطن او المستهلك المصري في المنتج المحلي دي برضو اذا كنا احنا دي رايز بيتكلم على المكون المحلي، التصنيع، ان احنا ما نستوردش من بره، لكن المواطن يقول لك ايه دايما عقده الخواجه اللي لسه موجوده معانا، الفكره والصوره الذهنيه دي ازاي ممكن تتغير؟ ازاي لمستها في الاسواق ومع القطاع الخاص برضو في الوقت الحالي؟ طيب الصوره الذهنيه دي ما بتتغيرش في يوم وليله. ولما بنفقد الثقه في حاجه ممكن نفقدها في يوم لكن نستردها في سنه. فامتى المواطن المصري هيحس ان لا ده بقى عندنا منتج مصري مختلف مش بس يضارع المستورد ولكن احسن كمان من المستورد؟ الحاجه الثانيه انه يلاقي البراندات العالميه اللي هو بيسمع عنها وبيحب يشتريها بتنتج في مصر. صح. خلاص وبنفس الدرجه. ولما يطلع بره يلاقي المنتج اللي موجود عنده في مصر من شركه كذا وكذا وبراند كذا موجود هو بره. وبيتباع بضعف الثمن او اكتر من ضعف. عشان احنا طبعا مشكله مصر الاساسيه النهارده الدولار، مشكله العمله. كل ما نقلل استيراد وكل ما نزود التصدير احنا بنساعد البلد انها تطلع من الازمه بتاعتها. طيب شركه التسويق هتتكلم عليها وفتح اسواق جديده، الوضع في العالم دلوقتي يساعد ولا يبقى عقبه قدامكم؟ طبعا ما هوش زي الاول. يعني احنا لما بدانا الشغل في الموضوع ده جت بعديه كورونا، وبعد كورونا الحرب بتاعت اوكرانيا. لكن الناس بتوعنا الخبراء اللي سافروا عشان يفتحوا اسواق، لا السوق موجود وبلاد كتيره شغاله في هذا السوق وبتبيع، فاعتقد انه مش هتبقى عائق كبير. طبعا هل تقولي ده زي الاول زي قبل الكورونا وقبل الحرب؟ لا طبعا، لان المستهلك الاجنبي بقى عنده مشكله زينا، عنده مشكله في الكاش، عنده مشكله في المصاريف، في الانفليشن، في التضخم اللي حصل عنده. ف100% هيقلل
استهلاكه. بس احنا بشكل عام اسواقنا كانت ايه بالنسبه للمنتجات القطنيه يعني، وبنستهدف اسواق عامله ثانيه ازاي؟ لا احنا اسواقنا كانت محدوده جدا. لكن اللي احنا بنستهدفه كل الاسواق العالميه الكبيره والاسواق الافريقيه اللي احنا شايفين ان احنا ممكن يعني نغزوها بالمنتجات بتاعتنا. احنا عندنا موقع استراتيجي بالنسبه لافريقيا، ان انا عشان اصدر لدوله افريقيه ارخص بكتير ما يروح يجيب، والنهارده عمليه نقل البضاعه بقت غاليه جدا، الكونتينر اللي كان بيكلف 2000 دولار النهارده بيكلف 10 12. فعندنا ميزه جغرافيه كويسه، عندنا ميزه سياسيه لفخامه الرئيس عملها وهي العلاقات الجديده مع الدول الافريقيه بعد ما كنا تقريبا فقدناها. فالكلام ده كله هيساعدنا ان احنا نفتح الاسواق العالميه. ولما بقول الاسواق العالميه انا مش هقدر اصدر لشرق اسيا مثلا، لان هم عندهم كفايه قوي. عندي الاسواق الاوروبيه الكبيره، عندي السوق الاسواق الامريكيه، وعندي السوق الافريقي، بس اغطيهم. صح صح، بس اعرف اغطيهم. طيب في كلمه اخيره يا دكتور، دلوقتي احنا بدانا العمليه والتطوير والاصلاح ده، المردود نقدر نستشعره امتى؟ يعني قادر تحس انه والله احنا قطعنا اشواط قد ايه، بس يبقى عندنا نتيجه على الارض ملموسه في خلال قد ايه؟ طيب النتيجه هتيجي على مراحل. اول مرحله هو اللي انا قلتها، ان احنا فتحنا محل النهارده. وفتحنا محل جوه شركه عالميه بتاعت ريتيل، بتاعت يعني معروضات. وبدانا نحط فيها الانتاج بتاعنا، بس احنا شغالين بس دلوقتي في الهوم تكستايل اللي هو مليات السرير والفوط والحاجات دي، جوده غير طبيعيه. خلاص المستهلك المصري في ليفل معين فرحان بيها جدا، لان كنت بروح اجيبها من بره ما كانش بيشتريها من هنا. كل احنا بنسميه هوم تكستايل، اللي هي المنتجات بتاعه الهوم، اللي هي البشاكير، الفوط، مليات السرير. هنفضل طول عمرنا ندور على حاجه المحل. ايوه على فكره يعني في مليات فوط اللي هي لما يبدا المحل الانتاج بتاعه هيطلع حاجات غير طبيعيه وباذواق مختلفه. احنا كنا بنشوف الحاجه يمكن الكواليتي مش وحشه لكن الذوق مش قد كده. لا احنا النهارده ان شاء الله هدفنا ان نطلع منتج بجوده عاليه وذوق يناسب المستهلك المصري. اصل المستهلك المصري برضه ما هوش سوق واحد، هو في تدرج في الاسواق. فانا بطلع منتج معين لفئه معينه ده ذوقها، ومنتج تاني لفئه تانيه ده ذوقها، يناسب جميع الاذواق ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في بعض الناس بتحب مثلا ملايه السرير المزركشه واللي فيها ورد واللي فيها بتاع، لكن في ناس لا يمكن تحط الملايه دي. عايز الملايه الساده اللي فيها شويه حاجه خفيفه في الجناب. فده ذوق وده ذوق، هنوفر ده وهنوفر ده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأكيد نتابع مع حضرتك الجديد والتطوير اللي بيتم في قطاع من أهم القطاعات اللي كانت مصر دايما بتفخر بيها، وإن شاء الله نرجع ويكون لنا الفخر أكتر والريادة في هذا القطاع زي ما كنا. دكتور هاني محمود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. كل التوفيق لحضرتك بإذن الله في الملف ده. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا رب، ربنا يقوي حضرتك. الله. بعد الفاصل إن شاء الله ضيفنا اللي هيشرفنا في الحياة اليوم عالم من علمائنا اللي بنفخر بيهم، دايما مصر ولادة ودايما عندنا نجوم ويعني نابغين في مختلف الملفات في المجال او في الملف العلمي. ضيفنا اللي هيشرفنا في الحياة اليوم ان شاء الله بعد الفاصل هو دكتور محمد ثروت، احد اهم علماء الاتوثانية بالعالم، استاذ الفيزياء والضوء بجامعة اريزونا بامريكا. طبعا البعض يقول لك هو ايه التخصص ده وايه معناه وايه الهدف منه، زي ما كنا كده بفكرنا ده بالفيمتوثانية اللي كنا محتاجين برضو نفهم عنه ليه بيتم تقدير وتكريم دكتور محمد ثروت في مختلف المحافل الدولية المعنية بهذا الملف ده، اللي هنفهمه بعد الفاصل ان شاء الله.